هاي مدرسة الروابي، وهاي البنت اللي ما حدا بتجرأ يلعب معها، وهدول صحباتها اللي بيدافعوا عنها، هدول البنات اللي بيوقفوا بطريقها، وهذه هي البنت اللي ممكن تخسر كل شيء. ممكن أعرف أنا ليش هون؟ كيف ممكن أي حد يأذيها زي هيك؟ أنا مش قادر أستوعب. روح أسأل البنت اللي سبحان الله لقتها بالصدفة. بس مش كل إشي بتشوفه العين هو الحقيقة. اتطلعوا كمان مرة، هاي البنت اللي ما حدا بتجرأ يلعب معها، وهدول البنات صحباتها اللي بيدافعوا عنها، هدول البنات اللي بيوقفوا بطريقها، وهذه هي البنت اللي ممكن تخسر كل شيء. هاي مدرسة الروابي.